زي ما احنا بنتكلم عن منتخبنا الاولمبي ايضا نتكلم بقى عن منتخب الشباب، منتخب الشباب اللي خرج امام السعوديه بنتيجه 3-2، شفنا كلنا المباراه. بالمناسبه دي كانت اول مشاركه للاعبي منتخب الشباب، المدير الفني بتاعهم الكابتن محمود جابر. الجيل ده اتجمع من شهر، لعب بطوله الشباب اللي كانت موجوده في مصر. منتخب السعوديه متجمع بقاله سنتين، لعب عدد ماتشات كبيره جدا، كان عنده خبرات في المباريات الدوليه اكتر من لعيبه منتخب مصر. لكن لما بنتكلم عن الايجابيات دي فعلا نواه محترمه لمنتخب مصر. لما انت النهارده تعمل تيم او تجمع تيم في خلال شهر وتلعب عدد الماتشات دي، بتخسر من السعوديه ممكن بخطا بسيط، لكن النهارده انت على الطريق الصحيح. بقول للكابتن محمود جابر كمل كمل، النهارده هيكون عندك منتخب قوي ان شاء الله يقدر ينافس. المهم الرسمي مش مهم الودي، الودي ده تجربه علشان اللعيبه تكتسب خبرات وتاخد خبرات وتتعلم. انا ضد الناس اللي انتقدت احمد نادر السيد. احمد نادر السيد هو نجل كابتن نادر السيد، واحنا هنا بنتكلم في قناه الاهلي، في قناه الاهلي بندافع ايضا عن احمد نادر السيد. هو خامه مبشره، حارس مرمى صغير لسه بيبتدي طريقه، حتى لو اخطا في كره لسه مشوار طويل قدامه، لسه بيتعلم. احنا مش هنعمل زي الاعلام المنافس اللي انتقد مصطفى شوبير في فتره من الفترات عشان ابن الكابتن احمد شوبير، لا بالعكس، احنا بنساعد وبندعم كل المواهب وكل الناشئين الصغيرين. نروح لكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخبنا الشباب، تحياتي ليك يا كابتن محمود. اهلا بحضرتك يا اسامه، ازيك كابتن؟ ومسكرين على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته. لا ده حقك يا كابتن، وهارد لك على مباراه السعوديه. محتاجين الدعم ده، الاولاد الصغيرين دول محتاجين الدعم ده من الجميع يعني البدايه. قول لنا يا كابتن محمود، يعني الايجابيات اللي طلعتوا بيها من بطوله العرب اللي كانت مقامه هنا في مصر برغم الخساره من السعوديه. بدايه طبعا البطوله يمكن كان لينا اهداف عده فيها. طبعا من ضمنها ان احنا نحاول نوصل للمباراه النهائيه والفوز بالبطوله، على اساس البطوله في ارض احنا اللي منظمينها، وما ينفعش منتخب مصر يدخل بطوله حتى في اي وقت من الاوقات الا ويكون بينافس على البطوله دي طبعا. انما كان لنا طبعا اهداف كثيره الحمد لله، اغلب الاهداف الحمد لله. طبعا الولاد دول اول مره يتجمعوا، يعني كان قبل التجمع للبطوله دي، قبل معسكر البطوله كان يا دوب تجمع علشان نختبر الولاد وعشان نقف على مين هيكون معانا ومين هيكون مش معانا. اول تجمع بالظبط بدا 27/5، والحمد لله يمكن الولاد استجابوا بشكل كبير جدا واستوعبوا حاجات كثيره جدا على الرغم من قصر المده. واللي كان يمكن لافت لنظري في المده دي التطور من مباراه في المباراه الوديه طبعا، من مباراه لمباراه، وكذلك برضه في المباراه الرسميه كان في تطور كبير جدا في اداء اللاعبين. لو شفنا المباراه الاولى هنلاقي المباراه الثانيه فيها اداء افضل طبعا، في كبيات افضل، الثالثه مع موريتانيا الشوط الاولاني خصوصا، رابع مباراه، حتى مباراه السعوديه على الرغم من الظروف اللي مرينا بيها قبل المباراه، ولكن اللعيبه ادوا بشكل كويس قوي قوي قوي. يكفي ان اللعيبه في السن ده يكونوا متاخرين بهدفين ويرجعوا للمباراه، عارف الضغوطات بتبقى على اللعيبه في السن ده كبيره جدا جدا، ومع ذلك اللعيبه كانوا، انا يعني بحييهم على الروح اللي كانوا عليها. يمكن هدف مهم جدا من الاشتراك في البطوله دي، دي اول بطوله رسميه او شبه رسميه للولاد. تخيل الولاد دول، انت طبعا اكيد بتتابع دوري الجمهوريه ودوري المناطق، بتتابع الملاعب اللي بتقام فيها المباريات بتاعه الدوري الجمهوريه. اول مباراه رسميه بقى كابتن محمود هتبقى امتى ان شاء الله؟ اول مباراه رسميه في التصفيات. اول مباراه رسميه احنا هننظم البطوله الافريقيه، لسه ما تحددش ميعادها. طيب يعني ان شاء الله لسه في وقت الكابتن محمود جابر يشتغل يعني هتبقى على نهايه 22. ولكن طبعا حاجه مهمه جدا ان الولاد ادوا بشكل كويس، او على الرغم ان كان عندي اربع لعيبه مهمين جدا جدا او خمس. ايوه عايز اتكلم عن اللعيبه اللي اتصابت كمان في البطوله، لعيبه اساسيه لعيبه مؤثره، لكن الظروف كانت صعبه، كانت اصابات قويه ما قدروش يكملوا بعد كده للاسف. لا بالظبط، يعني طبعا انا بحيي المجموعه اللي لعبت المباراه الاخيره، اللعيبه ادوا بشكل كبير، ولكن
يعني لما نقول مثلا لعيب زي كريم الدبيسي لما يغيب، كريم الدبيسي ده اللعيب الوحيد اللي عنده في المنتخب بيلعب اساسي في الدوري الممتاز مع فريق وادي دجله، وعنده من الخبرات بقاله يعني من بدايه الموسم بيلعب بشكل اساسي مع فريق وادي دجله، عنده خبرات كبيره جدا، ده افتقدناه بعد مباراه الجزائر. يوسف حسن هداف الفريق، لاعب المقاولين وهداف الفريق، خامه ما شاء الله مبشره جدا يوسف حسن. طبعا. ورشدان قلب دفاع وبيتمرن بشكل اساسي مع فريق الاول نادي وادي دجله، ودخل ثلاث مباريات او اربع مباريات دخل في السكواد بتاع تيم وادي دجله. ماجد هاني طبعا لاعب في نص الملعب، لاعب مهم جدا، كان عنده خبرين. صلاح باشا اصيب بعد اول مباراه، يمكن ما لحقناش نستفاد منه. ولكن انا بتكلم على الاربعه التانيين على اساس ان صلاح اصيب في اول مباراه وخلاص غيرناه وكده. الاربع لعيبه التانيين كانوا مهمين جدا جدا بالنسبه لنا، ومع ذلك الحمد لله ادينا بشكل كويس، وكان نفسنا نكسب المباراه ونلعب المباراه النهائيه. ولكن انا بحيي اللعيبه على روحهم والاداء القوي اللي ادوه، وانا بحييك يا كابتن محمود. يعني متفائل باللعيبه دي جدا يا ان شاء الله. وانا بحييك، الاهم اكتساب الخبرات خلال الفتره دي في المباريات الدوليه الوديه، علشان الفتره المهمه بقى هتكون الرسميه. لكن الحمد لله انت حضرتك عامل يعني تيم محترم، عندك لعيبه مواهب فعلا هتكون بعد كده نوال المنتخب الاول. كل التوفيق للكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخبنا الشباب. زي ما اتكلم الكابتن محمود جابر وقال ان التجربه رغم خروج منتخب مصر في ايجابيات كبيره، لكن انا عايز اقف تاني عند نقطه احمد نادر السيد. احنا هنا في قناه الاهلي بندعم موهبه صغيره، بنأزرها حتى لو اخطا والناس تحملت عليه في المباراة السابقة، لكن احنا بندعمه. خامة مبشرة، لسه صغير، لسه بيكتسب خبرات، وعمرنا في قناة الأهلي ما هنعمل زي الإعلام المنافس اللي كان بيطلع وينتقد مصطفى شوبير علشان هو ابن الكابتن أحمد شوبير. لا، كل مواهبنا دايما بنكون معاها وبنسندها.